بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات من كوزينتي. اليوم راح ندير لكم لاطاخ على بنان. هذا لاطاخ على بنان لازم لها فرينة، حبة بنان، لافاني، الحليب باش نلونو لاباط، 100 غرام تاع المارغارين، مغرف كبيرة تاع لو ليون بودر، نحطو الفرينة هي الأولى، 200 غرام تاع الفرينة، نزيد لها 100 غرام تاع الزبدة، مارغارين، خدمها مليح بيدي، نبسسها، فوالا. ندخل مليح هذيك الزبدة في الفرينة، نزيد المغرف تاع لو ليون بودر، لحظة، حليب البودرة، مغرف كبيرة سكر، نخلطهم مليح، نزيد لافاني، نكسر الحبات على البيض باش نلم ديك لاباط، نمو ديك لاباط بالحبات على البيض، الى ما تلمتناش نزيد الحليب، الحليب غير بلاقل غير بشويه سينون تجرى لاباط، و الى قاع جرات لكم لاباط تقدروا تزيدوا شويه تاع لافارين، مش مشكلة، تزيدو شوية فارينة ولموها نورمال. هاي لاباط ليس هايلة ما شاء الله، خلوها تريح ان كار دور في الفريجيدار ولا خلوها برا، انا خليتها غير برا ريحت شوية. نوجد لافارين في البلان دو ترافاي تاعي، هاتت فارينة، دوك نإيطالي لاباط بالغولو، نحلو لاباط تاعنا مليح بالرولو، لاباط راهي هايلة ما شاء الله، فاسيل ا ترافايي، هاي نرفدها عادي، عاود نحطها، أنا قسمت لاباط اون دو باسكو درت ان مول ديمونتابل صغير، درت اون تارت صغيرة، نتوما باش ديرو اون تارت كبيرة استعملوا ان مول كبير تكفيكم لاباط، اللي تبقى لكم تخلوها في الفريجيدار نورمال ما تفسدش، تقدروا نحضروا بها وصفة واحدة اخرى. هاي تزيدت لي لهنا، راني نقص منها ونعدلها. هاي لاباط تاعي بعد ما درتها في المول ثقبتها بالفرشيطة، ندخلها للفوق، نخليها ان كار دور، ربع ساعة حق ما تنشف طيب شوية، هذيك الحبة تاع البنان قسمتها على زوج، نص قطعته دوائر وحطيته درك في هذه لاباط بعد ما خرجتها من الفوق، والباقي نخليهم بعد نزين بيه. انتوما باش ديروا تارت كبيرة ضعفوا المقادير، ديروا زوج حبات بنان، ضعفوا المقادير تاع اللي نزينوا بهم لا تارت نتاعنا. انا حطيت هذاك البنان الثاني دوائر، جوكستابوزي، نعمرو قاع هذاك لو فون، بعد ما عملنا لو فون دو تارت راه درت لهم مغرف سكر، فرقت عليهم مغرف كبيرة تاع سكر،
والقرفه، ندخلوهم للفوق، ندخلو لا تارت تاعنا للفوق، نخلو هذيك لي بانان يتكراميليزاو وتزيد تكمل الطياب تاعها هذيك لا تارت. بعد ما طابت لا تارت ثاني نحيتها اون دوميور على نار هاديه، او البنان تكراميليزا علامه ما شاء الله. شوفوا هذاك السكر ذاب راه بيان دوري. هاي طابت لنا مليح من التحت، طابت بيان. درك نفوتو لا غارنيتور. لا غارنيتور حضرت لا كريم شانتيي، كنت عطيت لكم الوصفه نتاعها من قبل. هذه لا كريم شانتيي نديرو فيها 100 مليليتر تاع الماء، 100 مليليتر الماء، ونديرو لها 4 مغارف كبار تاع بودره شانتيي، لا بودر شانتيي. دوك راني نزين في لا تارت بلا دوي، عملت هذاك شانتيي في لا دوي وراني نزين فيها. دوك يبقى لكم نتوما الاختيار، التزيين تاع التورتات تزينوها كيما تبغوا نتوما. انا اخترت اني ندير شانتيي، تعطي لها جمال. نص تاع الحبه تاع البنان اللي بقات لي وقطعتها دوائر، درت لهم شويه تاع القارص باش ما يكحالوش. رايحين نزينو بيهم لا تارت تاعنا. جبت اون باغ دو شوكولا ورابيتها بنزين بها فان. اي نوع من الشوكولاته تبغوا اختاروا، اي نوع تكون عندكم موجوده في الدار. هذوك الدوائر نزين بهم لا تارت تاعي، زينوا بهم لا تارت على بنان. حطيت لها تسميه لا تارت على بنان باسكو لا بنان هي اللي مغلبه فيها، يعني بحبة تاع بنان درنا اون تارت. وصفة سهلة وبنينة وما شاء الله، يعني من وصفاتي الجديدة الله يبارك، ان شاء الله تعجبكم. الزينة يعود لكم الاختيار، شاكان سون جو. انا فضلت اني نزينها هكذا، كانت عندي فراولة حبة فراولة زينت بها. دوك نحطو شوكولا. شوكولا غابي يلا تقطعنا ما شاء الله، كملت الزينة نتاعها. ننصحكم باش تجربوا هذه الوصفة، وصفة ما شاء الله بنينة، لاباط هايلة خفيفة، تنتك الباردة خلوها تبرد مليح. سيت ان ديسير روعة.